بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو جديد تكملة لفيديو قديم كان اتعمل قبل كده عن النوت الحسابية، ما هتلاقوها موجود هنا على القناة. كويس، اللي هو عامل نوتة حسابية كاملة بالتفصيل. كويس، النهاردة بقى الجديد هنتعلم مع بعض. لو احنا عندنا ملف وورد من الصفر، كويس، انت عندك ملف وورد اهو، نيو وورد، كويس، هنسميه مثلا 11 2، وعايزين بقى نظبط الملف ده بحيث ان هو يطلع بشكل كويس جدا، في فريم، في فهرس في الاول، تعرف ازاي تعمل عناوين، تغير في الالوان، تعمل هايلايت، الحاجات دي كلها في ناس ما تعرفهاش وفي ناس تحب ان هي تتعلم. كويس، هنخش مثلا في قائمة ديزاين. لما عايز تغير في السيم بتاع الملف الوورد من هنا، كويس، انا هعمل البيج بوردر من هنا. كويس، هجيب مثلا اللي هو الشادو ده واغير هنا برضه، لو عايز اضيف اي حاجات كده. انا بحب اجيب اللون الاحمر ده، كويس، واغير كده عشان اعمل شكل اطار. كويس، طيب الحاجات اللي احنا هنتعلمها هلخصها كده في ملف. لو انت عايز تجيب الكتابة ناحية اليمين من هنا كده، كويس، وتعمل الكتابة تجيبها كلها ناحية اليمين من هنا، ومن السهم ده تقول له set as default على الملف ده ولا على كله، هتقول له مثلا الملف ده مش واحد. طيب نغير الفونت منين؟ خلي مثلا 16، ومن هنا set as default للدوكومنتس دي. اوكي، واكتب اللي انا عايزه. احنا دلوقتي عملنا الفريم خارجي، كويس، هنا بينزل لك التراكيم اوتوماتيك اهو، ادي التراكيم، هلغيه او احطه تاني. تالت حاجة مهمة إن احنا نعمل فهرس للملف يدخل كل العناوين تلقائي. طيب هنعملها ازاي؟ أنا عايز أدخله في الأول هنا من قائمة reference table of content، أختار مثلا ده. أوكي، نزل الفهرس بتاعنا، نزل ده بقى كده تحت، أدي كده الفهرس. اي عنوان انا هدخله هيخش هنا اوتوماتيك. ازاي الكلام ده؟ طيب عايزين نجرب مع بعض كده، هنكتب مثلا العنوان الرئيسي، اي حاجة. هو انا دايس هنا هيدنج لاين، هو انا مظبط الاول بس كده ان هو يبقى بولد واندرلاين. اوكي، هعمل هنا هو ده العنوان رقم واحد، هعمل كليك يمين ابديت عشان يبقى اي حاجة تانية انا عايز اعملها عنوان هيتعمل بالبتاع ده بالشكل ده. طيب ماشي، انا عايز اظهره هنا، هعمل ابديت، ادوس على ابديت تيبل هينزل لي هنا. طيب انا خلصت ده، هكتب مثلا عنوان الدرس مثلا، همسكه كده اعمله الهيدنج لايك رقم واحد واطلع فوق ابديت انتاير تيبل هينزل العنوان رقم اتنين. طيب انا عايز اخليهم من ناحية اليمين، كنترول ايه وناحية اليمين. طيب شايف كده في الجنب ظهر لك العناوين كلها. طيب انا خلصت ده وعايز اعمل عنوان كمان، عنوان رقم ثلاثة، هقوم ماسكه كده ظهر لك هنا على الجنب. تمام، اطلع فوق ابديت، خلاص كنترول ايه هم عامله كده. لما تيجي تسيف الملف ده بي دي اف هيطلع لك بقى تيبل اوف كونتنت. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا لو واحد عايز يدخل صوره، كويس، هنقف هنا انسرت بيكتشر، ندخل اي صوره زي دي مثلا يعني.
طيب لو عايزين، عندك صور كتيرة جدا وانت عايز تضغط الصور تعمل ايه؟ تدوس عليها دبل كليك كومبريس، تمام، وتقول له يوز ديفولت ريزوليوشن، هتلاقيه خفف لك حجم الملف جدا جدا جدا. طيب نقول مثلا نشوف كده القوائم، الحاجات دي يعني انا بستخدمها. لو انت عايز تدخل كومنت، ما انت كاتب حاجة وتدخل كومنت مثلا، يعني انت ممكن تجرب، تقعد تجرب تجيب كل قايمة وتقعد تجرب. انا هحاول اجيب لك الحاجة اللي انا بستخدمها دي. مثلا لو عايز تعمل ووتر مارك، لو انت عايز تدخل اسمك مثلا، تمام، هنا ووتر مارك، وتعمل كاستم، تكتب مثلا علي اي حاجة انجليزي ابلاي، كتبت اهي ورا. ممكن بقى تغير في اللون، ها ماشي. ايه تاني؟ يبقى كده احنا قلنا الحاجات دي، الفريم الخارجي والسيم والفهرس واضافة علامة مائية وتعديل الخطوط. طيب انا عايز اضيف عنوان تحت عنوان. يعني ايه عنوان تحت عنوان؟ يعني انا عندي عنوان مين وتحته حاجات تانية. هكتب مثلا اي اسم، عنوان رقم 3 ده خرسانة ستيل مثلا سويل مثلا، همسك ده هوم واعمل له الهيدنج رقم 2، هغير بس شكله، خليه مثلا مايل، واكبر الفونت بتاعه مثلا اي حاجة عشان بس يبقى مختلف، واعمله ابديت عشان يتشكل هنا كويس. تعال بقى نطلع فوق، ابديت انتاير تيبل، تمام، نزل تحت العنوان رقم 3 كويس، تمام، يعني العنوان رقم 3 ده هيطلع منه حاجات تانية. طيب مش عارف هيبان هنا ولا لا، المهم ده عنوان رئيسي وتحتيه حاجات تانية. في مثلا لو انت عايز تلون لون الكلام من هنا، لو انت عايز تعمل له فيل كده مثلا، يعني ده فورمات بينتر. لو انت عايز تنقل ده حاجة تانية، فورمات بينتر يعني زي ماتش بروبرتيز كده على الاوتوكاد بس. يعني دي معظم الحاجات اللي انا بستخدمها. لو انت عايز تضيف مثلا هنا ده اللي هي النقط دي، لو انت عايز تعمل 1 2 3 4 مثلا في حاجات كده كده، يعني دي معظم الحاجات اللي انا بستخدمها. طيب السيمبل، في من قائمة insert symbol، لو انت عايز تدخل اي حاجة احنا هنقف هنا بعد كده symbol، ندخل اي رمز احنا عاوزينه بس كده. دي معظم الحاجات اللي انا بستخدمها، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.